هناك الكثير من البرامج الخاصة بتصوير الألعاب أو تصوير شاشات سطح المكتب، منها الاحترافية ومنها البسيطة. على مدار الحلقة سنتعرف على ثلاثة برامج تعد الأكثر احترافية والتي يستخدمها معظم المحترفين في تصوير شاشات سطح المكتب. البرنامج الأول، برنامج أكشن. يتميز البرنامج بسهولة الاستخدام، فهو مفهوم دون حاجة لشرح مفصل، ويمكنك استخدامه في تصوير الألعاب وسطح المكتب بشكل احترافي، ويعد من أكثر البرامج التي يستخدمها المحترفين في هذا المجال، وهو في الأصل من البرامج المدفوعة، لكن يمكنك تحميله بالكراك من خلال الرابط أسفل الفيديو. البرنامج الثاني، باندي كام، من أسهل البرامج استخداما في هذا المجال، كما أنه خفيف للغاية ولا يحتاج مساحة كبيرة، وهو في الأصل مختص بتصوير الألعاب بجودتها الأصلية، ويمكن استخدامه أيضا في تصوير شاشة سطح المكتب. البرنامج الثالث، ريز جيم بوستر، برنامج سهل الاستخدام ويمكنك من صنع فيديوهات احترافية، وهو من أكثر البرامج الاحترافية التي تم بيعها في مجال تصوير شاشات سطح المكتب، وربما ذلك لأن معظم المحترفين يرونه الأفضل من بين تلك البرامج. ويمكنك تحميل النسخة التجريبية للتعرف أكثر على البرنامج من خلال الرابط أسفل الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، كما يمكنك مشاهدة المزيد من الفيديوهات الثقافية المتنوعة من خلال الضغط على رابط القناة.